الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من ساعة عصاري. والحقيقة أنه دي حلقة من الحلقات الأساسية في البرنامج، حلقة القرآن الكريم، حلقة بنتعلم فيها مع بعض ونقرأ القرآن الكريم بالآيات المحكمة الكريمة والأحكام اللي نزلت علشان نتعلمها ونعرفها، علشان نقرأ القرآن بالطريقة الصحيحة اللي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن قالوا لنا انه الاحكام دي هي العلماء هم اللي وضحوها بعد كده، وانه طبعا كلنا عارفين ان القران الكريم نزل على رسولنا الكريم من خلال الوحي وهو سيدنا جبريل عليه السلام، وسيدنا جبريل القاه على سيدنا محمد بالتلقي، زي ما احنا بنقول ان الاصل في تعليم القران الكريم هو التلقي، والتلقي معناه انه يبقى في شيخ قاعد او محفظه قدام الانسان بيتعلم منه القران الكريم بقراءته هو الصحيحة. وقراءته الصحيحة دي فسرها لنا بقى العلماء بالطرق اللي احنا دلوقتي عارفينها، اللي هي أحكام التجويد، وهي زي أحكام النون الساكنة والتنوين، أحكام الميم الساكنة والمدود، والحاجات الكتير الجميلة اللي بنتعلمها مع بعض كل مرة مع الحاجة سعدية القارئة للقراءات العشر الكبرى والصغرى. والحقيقة إن احنا بدأنا من سورة الناس ودلوقتي واصلين لسورة إن شاء الله النهاردة هناخد مع بعض ونتعلم سورة التين. ومن الحاجات الجميلة كمان اللي بنتعلمها هنا مع الحاجة سعدية ان احنا بناخد سبب نزول الآية، بنتكلم او الصورة يعني، وبنتكلم عن بعض من التفاسير اللي قالها العلماء عن الآيات اللي احنا بنقرأها كل مرة ونتعلمها مع بعض. وده لان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بتدبر معاني الآيات، ويعني ناخد منها ونتعلم منها الأحكام، لأنه الأصل في القرآن الكريم إن احنا بنتعلمه ونحفظه ونعرف إزاي نقرأه، وكمان ناخد منه الحكمة والموعظة والتعاليم الكتير جدا اللي بتفيدنا في الدنيا طول الوقت، واللي إن شاء الله يا رب تكون طريقنا للجنة بإذن الله. وده اللي احنا بنتمناه من حلقاتنا مع حضراتكم، إنه يكون ده طريق لينا للجنة، يكون باب لينا للجنة. وبالمناسبة طبعا في ناس بتقول انه او في علماء بيقولوا بيربطوا سورة التين بانها هي 8 آيات ولابواب الجنة 8 ابواب، فان شاء الله يا رب النهاردة هنعرف مع حضراتكم ايه العلاقة اللي بين ده وده، وان شاء الله تكون علاقة جميلة تدخلنا الجنة. كمان في احاديث وردت عن سورة التين، يعني في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول في من قرأها فكأنما تصدق بجبل من ذهب في سبيل الله تعالى. واكيد كلنا عارفين فضل الصدقه، وكلنا عارفين قد ايه هي كبيره وعظيمه عند ربنا سبحانه وتعالى، وان في باب برضو من ابواب الجنه يدخل منه اصحاب الصدقات، وربنا يجعلنا يعني ندخل الجنه ان شاء الله منه احنا واياكم باذن الله. وفي حديث تاني برضو عن فضل سوره التين بيقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سوره التين اعطاه الله خصلتين، العافيه واليقين ما دام في دار الدنيا، وإذا مات أعطاه الله من الأجر بعدد من قرأ هذه السورة. يعني بجد بنعيش كده حياتنا عشان ندور على الأجر والثواب، ونعيش ندور على الحاجة اللي ممكن تدخلنا الجنة، مش هقول بسهولة بس يعني تبقى حاجة نقدر نعملها ونقدر نواظب عليها. فإنه نقرأ سورة التين ناخد خصلتين مهمين جدا جدا، مين مننا ما يتمناش العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ومين مننا برضو ما يتمناش انه يبقى عنده اليقين الكامل بربنا سبحانه وتعالى في كل شيء في حياته. ده اللي بيوصلنا لاننا نقدر يعني نسلم امرنا لله، ونثبت على الحاجات الصعبه اللي بنشوفها في الدنيا ومشاق الدنيا اللي يعني هي اصلا موجوده الدنيا علشان كده. وربنا قال إيه خلقنا الانسان في كبد، والكبد ده فسره العلماء بانه الحاجه الشاقه اللي بتبقى على الانسان، واحنا بقى اللي بنختار هل الكبد ده كده كده الانسان في كبد، هل الكبد ده هيدخلنا طريق للجنه ولا والعياذ بالله طريق للنار. ربنا يجعلنا واياكم جميعا من اهل الجنه. هنطلع لفاصل صغير ونستقبل الحاجه سعديه القارئه للقراءات العشر الكبرى والصغرى والاربع زائد. اهلا بحضراتكم مره تانية في ساعه عصاري، وان شاء الله مع بعض هنسمع ايات الذكر الحكيم من سوره التين، وهنتكلم عن يعني أحكامها وإزاي نعرف نقرأها بالطريقة الصحيحة مع القارئة للقراءات العشر الكبرى والصغرى والأربعة الزائدة الحاجة سعدية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذة علي، حضرتك اللي منورة الدنيا،
والقرآن اللي منور بيوتنا ومنور قلوبنا يا رب. يا اللهم رب آمين. يا رب دايما ان ربنا شاء الله. ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزدنا علما. يا اللهم رب آمين يا رب. اللهم امين اللهم امين. نسمع من حضرتك سورة احنا التين. بقالنا غيبة على الناس، فيعني كذا حلقة، فجايبين لهم النهاردة بنصالحهم بطبق فاكهة حلو كده، ايوه جايبين لهم التين والزيتون بجنب طعم التين والزيتون، يعني هياخدوا الحسنات معاه إن شاء الله يا بإذن رب يا الله. رب ان شاء اللهم الله. تقبل منا ومنكم اللهم يا رب. امين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى يا ربي، ربي وأنا أنت على خير ذلك الحاكم. من الشاهدين. يا رب آمين يسن ونعم ان احنا بالله رب بعد ما العالمين. بنخلص السورة نقول بلى يا ربي وأنا على ذلك من الشاهدين، أو بلى يا ربي أحكم الحاكمين. بلى يا ربي أنت أحكم الحاكمين. بنقولها في الصلاة كمان لا صح؟ يعني بتبقى بره لا بس واحنا بره، لا بنقرأها. بره في التلاوة العادية بتاعتنا يسن ان احنا نقولها. هو تمام. كان ورد فيها أصلا هو حديث عن كلام عن النبي رسول صلى الله الله صلى عليه الله عليه وسلم، وسلم. لأن احنا عندنا سورة التين فيها من الإعجاز. يعني لما تبدأ سورة، لو احنا عارفين ان ربنا عز وجل لما بيقسم بحاجة يبقى بيبقى ليها القسم من ده له أعظم الحاجة. شأن طبعا وحاجة عظيمة. طبعا. يعني احنا لما ربنا يقسم بالشمس والقمر، لما ربنا عز وجل يقول والسماء والطارق، لما يقول يعني احنا والضحى والليل والليل. والفجر وليال عشر، دي حاجات عظيمة. انما والتين، يعني عارفة حضرتك ازاي؟ يعني التين ده حاجة بناكلها، ده زرع. لما ربنا عز وجل يقسم بيه، لا ده حاجة لها، اظن ان لها من الشأن يعني ما لها يعني. وان ربنا عز وجل يعدد القسم في صوره وبأشياء هو سبحانه وتعالى خلقها وأنعم بها على الإنسان وسخرها سواء كان الشمس أو القمر أو الأرض أو السماء، كل الكون ده مسخر مسخرات للإنسان. ده مسخرات مش للإنسان. سخر لك الشمس والقمر ولا النجوم ولا الأرض ولا لا، ده كمان النبات والزرع والأكل اللي أنت بتاكل منه. واشمعنى التين بالذات واشمعنى الزيتون بالذات؟ يعني في فاكهة كتير ذكرت في القرآن يعني، إنما التين والزيتون إن يفرد ليهم صورة صورة باسم التين واسمها واسم وتبتدي صورة التين، بالتين وتبتدي بقسم وتبدأ بقسم من صحيح، الله عز حاجة عظيمة وجل يعني. على نبت، على زرع هو من زرع الله عز وجل. يعني هو كأن ربنا بيقول للإنسان زي ما خلقك، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هو خلق لك ومهد لك الأول كل حاجة. يعني هو خلق التين ده
والتين بالذات، لان ورد عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم الصلاة انه والسلام. اهدى اليه طبق من تين، فاكل منه واكل واكل الصحابه منه، فقال لهم ايه؟ كلوا منه فانه من ايه بقى؟ ثمار من الجنة. ثمار الجنه. أيوة يعني التين من ثمار الجنه. احنا عارفين ان التين ما فيهوش بذر، ما فيهوش البذر، قشر، ما فيهوش ما حاجة فيهوش قشر، هتخرج يعني منه. ناكل الموز بنقشره، اه المانجا بيبقى فيها الزيتون فيه، في انما بذر. التين ما فيهوش. ففاكهة الجنة ما فيهاش بذور، ما سبحان فيهاش لا الله بذور العظيم. ولا قشر. اللهم ارزقنا يا من رب امين الجنة يا رب وفاكهتها العالمين، يا رب يا رب اللهم. العالمين امين. فقيل ان هو التين والزيتون يعني وطور سيناء وهذا البلد الامين، كل ده تمهيد لاصل حكاية احنا هنتكلم عليها. ايه قيل ان الظاهر، احنا هناخد المعنى من الظاهر ان هو الفاكهة التين والزيتون. يعني الزيتون الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا منه وادهنوا، يعني احنا عارفين ان زيت زيت الزيتون ليه الزيتون فوائد كتير فيه جدا فوائد كتير، طبعا. ودلوقتي كمان بعد الدراسات العلمية وكله حتى هو النوع الوحيد من الزيوت او الدهون يعني اللي هو فيه الصح. الدهون الثلاثية، وهو الصحي اللي بيفتت اصلا الدهون، قصدي الثلاثية في الجسم، فبيبقى ليه يعني حاجات مفيدة كتير جدا. طب وحضرتك قلتي دلوقتي الدهان ناس كتير بتحطه على العظم وبتحطه على كله حاجات كتير. اي ده، يعني ده فايدته واكله. والتين كذلك، وقال لك والتين بينفع في الهضم وعمل صحيح عسر الهضم، والله يشفي مرضانا مرضى المسلمين، وقال لك علاج للبواسير يا رب وكل آمين. ده. أيوة فربنا عز وجل قال لنا ان الحاجات دي فيها علاج، يعني زي ما بنستطعم اكلها، لا ده فيها كمان علاج. وفيها ايه كمان؟ ده انت لما تقراها بتاخد عليها كمان حسنات، وبتاخد عليها ثواب جبال من الحسنات. ده فاكهه بتاكلها بتستفيد منها وبتستطعم منها وفيها شفاء، وكمان ايه؟ ده انت كل ما تقراها تاخد تاخد عليها ثواب. حسنات. كرم ربنا سبحانه صحيح؟ وتعالى ورحمته بينا في كل صحيح؟ وقت وفي كل شيء خلقه لينا. وكمان يمكن يعني إشارة لأنه كل مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجة ربنا خلقها ليها حكمة، طبعا وهي حاجة أو يعني هي شيء عظيم ربنا خلقه، فلازم نحترمه ونحافظ عليه أكيد. ونهتم بيه. يعني حتى احنا يعني كلنا دلوقتي التوجه العالمي للحفاظ على الموارد البيئية بتاعت البيئة علشان خاطر نقدر نكمل أصلا ونعيش، صحيح صحيح تكمل الحياة، طب وده اللي صحيح ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بيه لا صحيح. تبذروا يعني. لا هو ربنا يعني خلق كل حاجة في خدمة الإنسان وفي مصلحة الإنسان واللي بينتفع بيه الإنسان، تمام كده. فده تفسير الظاهر من إن التين والزيتون فناخدهم على إن هما الفاكهة اللي وفي تفسير تاني إن هو منبت التين والزيتون. يعني منبت التين قيل اللي هو أرض الشام، والزيتون احنا عارفين بيت المقدس، ربنا يحررها يا رب ويمنها على آمين يا أهلها رب يا رب العالمين، بالله، ويرزقنا الصلاة في بيت يا رب المقدس. يا اللهم رب أمين يا آمين رب، يا رب ينصره العالمين من نظرة عزيزة مؤزرة. آمين يا رب اللهم أمين يا العالمين. رب. قيل إن هو منبت التين والزيتون في بلاد الشام. طب مين في بلاد الشام أرسل؟ كان سيدنا عيسى. وطور سنين، ده طور سنين، جبل الطور في سيناء اللي سيناء اتكلم عليه سيدنا موسى عليه السلام ربنا السلام. سبحانه وتعالى. وهذا البلد الأمين اللي هي مكة، كأن ربنا عز وجل بيقسم بمهد الأنبياء دول ايوه ونزول ومن الرسل ونزول الرسل والرسائل. والوحي والرسائل والهداية دي كلها، بس دي كلها معمولة لإيه؟ وكل النقاء ده نازل لإيه؟ وكل الوحي ده نازل لإيه؟ والهداية دي كلها نازلة لإيه؟ للإنسان. ولقد خلقنا، الآية اللي بعديها لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بس نشير إن ربنا عز وجل قال وطور سيناء، ان ربنا عز وجل شرف سيناء بجبل سيناء اللي فيه تجلى الله فيها عز وجل لسيدنا موسى، وكلم الله عز وجل سيدنا موسى فيه أيوة كليم طبعا الله، صحيح تمام. عليه السلام. وهذا البلد الامين اللي هي مكة. يعني لما ناخد بالنا من حاجة ان البلد الامين هي ختام مكان ختام الانبياء، فيها خاتم النبيين صلى الله صلى الله عليه عليه وسلم. وسلم. فيبقى نقول وربنا عز وجل يقول البلد الأمين،
يعني ان ربنا امنها من كل شيء، امنها بنبيه صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. امنها بنزول سيدنا جبريل عليه السلام لما يقول الروح الامين على النبي الصادق الامين في هذا البلد الامين. الأمين صحيح صحيح وربنا الله. يشير لا جميلة ليها وهذا البلد الامين، دي اسم الاشاره هنا، ده تكريم وتعظيم لمكه، لان مكه احب ارض الله عز وجل الى الله. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم عليه أخرجوه الصلاة هاجر من مكة إلى المدينة، قال والله إنك لأحب أرض الله إلى والسلام إلى الله. الله. يعني عارفين إن مكة هي أحب بقاع الله عز وجل إلى الله. فلما ربنا هنا يقول وهذا البلد الأمين، ده تعظيم لمكة. وهذا البلد الأمين يبقى فيها من الأمانة، وتشرفت بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم، كل ده تمهيد وقسم. يعني كم قسم؟ والتين والزيتون أدي اتنين، وطور وطور سينين سنين أدي ثلاثة، وهذا وهذا البلد البلد الأمين الأمين أدي أربع حاجات ربنا عز وجل بيقسم بيهم. يجي يقول لنا لقد خلقنا الإنسان في في أحسن أحسن تقويم. والله سبحان يعني الله يعني الحمد الانسان لله رب زي العالمين. ما ربنا مهد لك الارض والجبال والزرع وكذا وكذا، هو كمان خلقك انت على الفطره أحسن السليمه حاجة على احسن تقويم، صبغه الله. يعني الفطره اللي ربنا عز وجل فطر بها الانسان، احنا كل انسان مولود مفطور على الخير، فطرة الله التي فطر الناس عليها. يعني الأصل الإنسان، أنا مخلوق الإنسان في الأصل على النقاء، على الصفاء، على الروح الطاهرة، مفيش فساد. لقد خلقنا وعلى الإنسان الإيمان بربنا سبحانه وتعالى طبعا وبوجود الخالق. بوجود دي أصل، ده الأصل. ما هو في أحسن تقويم إن هي دي الفطرة. هي هو ده أحسن، يعني اللي هو إيه، أحسن إصدار. طبعا يعني زي ما بنقول كده، دي أحدث، ما أحدث موديل أو أحدث حاجة، هو ده أحسن شكل كان ممكن يبقى الإنسان موجود طبعا عليه. يعني حتى العربية اللي راحت للنبي صلى الله عليه وسلم، ست كبيرة ما يعني كانت لا تفقه في شيء في الدين، فبيسألها أين الله؟ فأشارت إلى السماء، لأن إحنا بالفطرة عارفين عارفين إن في ربنا عز وجل. عارفين إمتى بقى الخير نروح والشر. شمال ونروح يمين ونروح؟ ما هو ده الآية اللي جاية بعدها، لأن إحنا في الأصل ربنا خلقنا على أحسن تقويم، على أحسن، ذلك الدين القيم، على القوامة. ربنا عز وجل خلقنا على الصراط المستقيم. صحيح. فأنا ربنا خلقني على أنا هنا بقى في الحتة دي الإنسان مخير، همشي يكمل ولا على المستقيم يا يروح على، ثم ربنا يهدينا الصراط رددناه المستقيم. أسفل سافلين. ليه؟ لأن أنت ما مشيتش على القويم. يعني كلا إن كتاب الأبرار لفي في عليين، عليين وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم مرقوم ماله؟ يشهده المقربون. مقربون. دي طب ثم رددناه، طب احنا ده يا تبقى اعلى عليين زي الجبال دي لما عليت، يا تبقى فين؟ والعياذ بالله، ثم رددناه اسفل سافلين. فلسافين. يعني والعياذ بالله، يا هو ما احنا عارفين ان الجنة درجات والجهنم والعياذ أعوذ بالله بالله درجات. اللهم دركات. أجرنا من النار ربنا وعذاب النار يحرم جلودنا يا رب وذريتنا وكل احبابنا على يا النار يا رب. رب. اللهم آمين امين، يا رب ارزقنا الجنه العالمين بغير يا حساب رب. ولا آمين يا رب سابقه عذاب، العالمين اللهم يا امين. رب يا رب. فالانسان ربنا لما قال قبل كده وهديناه النجدين، النجدين سيدنا موسى السلام. بيقول كلام، بيتكلم ربنا عز وجل يقول له يا ربي ألم تخلق عبادك بيدك؟ مش مش انت كل اللي خالق العباد العباد دول دي انت بايديك؟ خالقهم بايديك؟ ايوه قال بلى يا موسى. قال فلما جعلت في النار ونصيبا في الجنة؟ ليه ما دخلتهمش كلهم كلهم الجنة؟ الجنة. ليه؟ يعني ما احنا كلنا صنع الله عز وجل، تمام، وكلنا ربنا خلقنا بيده سبحانه وتعالى. ليه ناس راحت في الجنة وليه ناس راحت في النار؟ فشوفي تعليم الله عز وجل لسيدنا موسى، ما ادالوش الإجابة صريحة،
قال له ايه؟ ازرع زرعا يا موسى. فقال له يزرع زرع، فسيدنا موسى زرع الزرع وسقاه ووالى الزرع، ونسي سؤاله لمين؟ لربنا عز وجل. فلما جه حصاد الزرع سيدنا موسى اصطفى منه الطيب والفاسد حرقه في النار. فربنا عز وجل ناداه يا موسى، قال لبيك يا ربي. ألم قال له ألم تزرع ألم تزرع زرعك بيدك؟ قال بلى يا ربي. قال له فلما جعلت منه نصيبا في النار؟ قال يا ربي الصالح منه اصطفيته لي والفاسد جعلته نصيبه للنار. قال كذلك عبادي. يعني ونعم بالله، احنا ونعم بالله. كلنا زرع ربنا وكلنا ربنا عز وجل، بس مين اللي اختار طريقه ومين اللي طلع اعلى؟ وربنا كرم الانسان بالاختيار طبعا، يعني ده كان تكريم للانسان من المولى عز وجل، انه يبقى عندنا اراده وعندنا عقل وعندنا يعني ان احنا من الحكمه ربنا ادانا جزء منها علشان نقدر نتصرف في امور الدنيا ونختار الخير ونختار الشر، او نعرف نفرق ما بينهم ونختار احنا أكيد. اللي ربنا امرنا بيه او لا. ما هو ده اللي هو الايه اللي قبليها، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. ليه؟ لان احنا عندنا ثلاث خلق لله عز وجل، خلق عقل صرف الملائكه هم ما بيعملوش حاجه غير ان هم يعبدوا الله عز وجل، ومخلوقات لله عز وجل فيها الشهوة وفيها العقل اللي هو مين؟ احنا الانسان. والخلق الثالث اللي هم شهوة بالعقل اللي هم والعياذ بالله الايه؟ البهائم. تمام كده، والانعام. طيب لو العقل بتاع الانسان على مستوى الشهوة يوصل لمرحلة الملائكة. لما الصحابة كانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا لما بنكون قاعدين معاك يعني في الذكر، انما اول ما بنخرج يعني نداعي بالنساء والاطفال، قال لهم ايه؟ لو يعني لو فضلتم على حالكم معي أيوة. لصفحتكم الملائكه في الطرق. تمام كده. الا ان قال انا الا ان الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوفي اللي قالوا عليهم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا. دول اللي هو اللي عمل ايه؟ اللي اعلى مستوى العقل عن الشهوه، اللي خاسب الدنيا ودور على الاخره. أيوة. اللي عمل ان انا اخرتي جنتي، هو ده اللي دور عليها. إذ نوصل لمرحلة الملائكة، ممكن الإنسان يوصل لمرحلة الملائكة هي خير لك من الأول. لا الحياة فيها يعني أصلا طبعا، يعني الحياة أصلا لا هي إن الدار الآخرة لا هي للحيوان. ده يعني احنا ممكن نوصل لمرحلة الملائكة، ممكن توصل لمرحلة الملائكة. النبي صلى الله عليه وسلم وصل لمرحلة الملائكة وكان أعظم منه. سيدنا جبريل في الإسراء والمعراج لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل فقال له إذا أنا اقتربت احترقت وإذا أنت اقتربت اخترقت. أيوة. فكان صحيح. بشر وصل للمرحلة دي، بشر وصل للمرحلة دي. طب احنا لو حكمنا بقى والعياذ بالله الشهوة والدنيا وملذات الدنيا وعن الآخرة، وصلنا لمرحلة النعم والعياذ بالله. انما احنا ممكن الانسان بالعقل لا في احسن تقويم. ايوه تمام كده. تمام. ثم رددناه اسفل سافلين، بس اداني الا واداني شرط كده نحط تحتيه 3000 خط، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وناخد بالنا عملوا الصالحات، جمع الصالحات. ما قالش إن هو عمل صالح واحد، لا الأعمال الصالحة كتير، أعمال الصالحات كتير جدا. يا ربي شوف أنهي باب تلج منه. يعني تعليم القرآن الكريم عمل صالح طبعا، فربنا يجعلنا يا رب يعني نؤجر عليه خالص الوجه يا رب. عمل صالح يا رب العالمين. ومعانا عفاف على التليفون. أهلا بيك يا عفاف. اهلا بيكم، وحشتونا. ربنا يبارك فيك يا رب ان شاء الله ويفتح عليكم دايما بالخير. الله يكرمك. وحشتينا كتير، وحشنا صوتك الجميلة. ويعني عايزه تسمعينا سورة التين، او لو عايزه تشاركينا باي حاجه اتفضلي. هو كلام الحاجة سعدية ربنا يبارك فيها يا رب، بس هو كان نفسي اقول تعقيب بسيط. زي ما الحاجة سعدية ذكرت ان ربنا فضل التين والزيتون على جميع طيبات الله سبحانه وتعالى، وفضل من الاماكن تور سينين وهذا البلد الامين.
حتى مع الإنسان، هو ربنا خلقنا كلنا في أحسن تقويم، ولكن اصطفى منا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دول زي ما يعني ربنا فضلهم صحيح. برضو على جميع خلق الله، وهم دول اللي إن شاء الله يكون ليهم الأجر الغير ممنون بإذن جميل. الله. آمين. جميل جميل، ما شاء الله عليكي. وده اللي احنا يمكن كنا بنقوله في بداية الحلقة، انه تدبر آيات الله ومعانيها ده شيء عظيم جدا، ويمكن كل حد يعني بيستشعر معاني الآيات بشكل مختلف. الحاجة سعدية ما شاء الله ربنا فاتح عليها، وبتقول لنا حاجات جميلة جدا بنتعلم منها. انت كمان يا حاجة عفاف قلت لنا برضو معلومة جميلة، ربنا يبارك لك. تحبي تقرأي؟ يا ريت والله. اتفضل. والحاجة سعدية ربنا يبارك فيها، لو يعني تردنا في أي حاجة خطأ احنا نقولها. أكيد طبعا. يبقى أبدأ القراءة. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ جزاك الله خيرا، ما شاء الله عليك، الله يزيدك من فضله ويمن عليك بنعمه يا رب، ويجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا نور أبصارنا وجلاء همنا وذهاب حزننا. آمين يا رب العالمين. الله يرضى عنك ويرضيك يا رب. آمين يا رب. الله يسعدكم ويجعلكم دايما من ربنا يرضى عنه. شكرا. معانا فاطمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معلمتي الغاليه، يعني مش عارفه اقول لك ايه، انت بقالك فتره مش موجوده بس بجد في قلوبنا يعني وبتغيبي. الله يبارك لك، الله يسعدك. الله يحفظكم يا رب ودايما كده ينفع بيكم. اللهم امين. الله يخليك. حضرني من الكلام اللي انتوا بتقولوه لما قلتوا في الاول كلام الله سبحانه وتعالى، لما قلتوا لقد خلقنا الانسان في كبد في احسن تقويم. انا قلتها في ال ففعلا الله سبحانه وتعالى زي ما خلقنا في كبد ومعاناه وكده في الدنيا، هو خلقنا في احسن تقويم. خلقنا سبحانه وتعالى بالعقل الرشيد اللي نقدر بيه نختار احنا هنروح ناحيه فين في الكبد ده. صحيح. هل هنفضل في الكبد وننغمس فيه واخرتنا تكون بقى النار، ولا هنحارب مع الكبد ده ونعلو عليه ونبقى ان شاء الله من المؤمنين اللي اختارهم باذن الله في جناته يا رب. ما هو لما قال لنا في احسن التقويم وقال ربنا عز وجل في كبد يا فاطمه، يعني بيقول لنا ان هي الدنيا مش دار راحه ولا هي دار تنعيم ولا هي. صحيح. احنا الدنيا مكان لينا بنعبره للاخره. احنا الاصل الجنه، لان سيدنا ادم لما خلق في الجنه، صح كده؟ ولما عصى ادم ربه كان نتيجه المعصيه ايه؟ ان هو ينزل للارض، كان جزاء المعصيه ان هم نزلوا الارض، بس في الاخر احنا هنطلع من الارض دي على الجنه. فكبد يعني كان ربنا عز وجل بيدينا كده ناقوس كده او حاجه كده، انذار ان احنا مش عايشين في الدنيا منعمين. او انت الانسان بدور على الراحه، ما خلقتش للراحه. ده انت لقد خلقنا الانسان في كبد، ان انت مش هترتاح، لان الراحه. صحيح. مش في الدنيا، الراحه في الجنه. صحيح. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله ربنا يعني ينولنا الجنه جميعا. يا رب. شكرا يا فندم. يعني عايزين ناخد الاحكام. طيب ما خدناش الاحكام النهارده. التين والفاكهه برضو، عارفه حضرتك حلت الموضوع، مذاق حلو اكيد اكيد. هنقول بس وهي ما فيهاش احكام كتير، لان احنا كل احكامها نوهنا عليها قبل كده. ما بنقول الا الذين امنوا
وعملوا الصالحات، ان الاصل يا جماعه احنا خلقنا الانسان في احسن التقويم ثم رددناه اسفل سافلين. طب احنا مش عايزين تبقى في اسفل سافلين، لازم تبقى مع الاستثناء اللي هو الا امنوا. طب هم امنوا، اصل الايمان شرط الايمان ايه؟ ما صدقه ما وقر في القلب وصدقه العمل. ايه الاعمال؟ وعملوا الصالحات. اي عمل انت تعمله، اي خير انت تعمله، اي باب للخير تلج منه اعمله، لأن ربنا عز وجل رحمته واسعة، وربنا عز وجل بيتقبل من كل إنسان عمله. يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. كل يعني حاجة أعمال، في أعمال كتير صغيرة بنشوفها صغيرة لكن هي عند ربنا سبحانه وتعالى كبيرة. بص، في حاجات في أركان الإسلام ربنا عز وجل فرضها، شهادة أن لا إله إلا الله دي فرض على كل، وبيتحرك بها اللسان ما فيهاش. الصلاة فرض، تمام كده، لازم مريض تعبان فيك لازم تصلي. الصيام، انما الحج لمن استطاع اليه سبيل. في حاجات اقدر اعملها وفي حاجات انا ما اقدرش اعملها. الزكاة لمن يملك المال، وعاملوا الصالحات. فربنا يقول لنا ايه؟ فلهم اجر غير ممنون، يعني لا مقطوع ولا هيبقى في من من الله عز وجل، تمام كده. فما يكذبك بعد والدين، بعد كده احنا انت محتاج ايه؟ ليه هنا اجر غير ممنون وهو ما فيش اصلا من ربنا سبحانه وتعالى على العباد؟ يعني دايما ربنا سبحانه وتعالى لان اللي هنا يا اما لان ممنون هنا ليها معنيين. ماشي، المن اللي هم ولا تمنن تستكثر، اللي انا بيمن على حد بيتصدق عليه او كذا، اللي هو قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى، تمام كده، ده المن. او فاما منا بعد واما فدان، اما تقطع وكذا، فاما هو بيقول لك يا معناها ان هو الاجر غير مقطوع. متواصل يعني، غير مقطوع متواصل، لان احنا اجورنا بناخدها سواء كنا احياء او ميتين. يعني ان لما ربنا، لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينقطع عمل ابن ادم الا من ثلاث: صدقه جاريه، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. احنا هنخرج عن الحاجات دول. اللي بيعمل خير بيلاقيه في الدنيا وهيلاقيه لما يموت، وممكن يدر عليه في الاخره. انت لو علمت حد ايه بتفضل معاكي تجاره كده لحد ما اموت وبتفضل شغاله عليه. عمل صالح، اعمل، بنيت مسجد، اشتريت كتاب، عملت اي خير عملته بيفضل ليا لحد ما مو صدقات جاريه بتفضل ليا. في اعمال يعني التطوع عمل صالح، صله الرحم عمل صالح، كله. في زياره المريض عمل صالح. صحيح، يعني الاعمال الصالحه لا تنتهي، ربنا جعلها كتير جدا. وهي فعلا سبحان الله من رحمه ربنا ان هي مش فرض، هي على حسب استطاعه الانسان وعلى حسب قدر الانسان وعلى حسب راحه الانسان واللي يعني يقدر عليه. يعني في ناس ربنا مسخرهم لحاجات يقدر هو يتصدق، حد تاني عنده وقت يقدر يتطوع يساعد حد تاني عنده صحه بيتصدق بصحته، في حد تاني عنده علم يتصدق بعلمه، في حد تاني عنده وقت يصل أرحام، يخدم مريض، يعمل في كل واحد ربنا ميسر له الباب اللي هو يتقرب منه لله عز وجل. أيوه. بس احنا نخبط على الباب ونفتحه، مش نفضل واقفين على الباب، لا افتح الباب وامشي وهتلاقي بيبان كتير جدا، أبواب الخير كتير مفتوحة. صحيح. الأبواب لله عز وجل مش مقفولة، باب الله لا يغلق أبدا. صحيح. لا يعني الله. من جاء، من تقرب إلي شبرا تقربت إلي زرعا، ومن تقرب إلي زرعا تقربت إلي باعا، ومن جاء أن يمشي جئته هرولا. بس أنت ابدأ، ما تفضلش أنا واقف أصل الباب مقفول، افتح الباب وخش، يلا كملي واشتغلي وهتلاقي الباب. ربنا عز وجل ربنا بيفتح لك أبواب تانية وسكك تانية وخير تانية، لأنه هو عالم إن أنا الاصل عندي نيتي ايه. أيوة. وقلبي فيه ايه. فربنا عز وجل بمفاتيح القلوب يفتح لنا كل الابواب. وبنذكر نفسنا والمشاهدين، لانه الانسان احيانا حتى لو بيعمل حاجه ممكن يبطل شويه، يكسل شويه، يعمل يعني يضعف شويه، كل يعني نجدد تاني ونبتدي تاني. أيوة. ونكمل تاني، نجدد النيه وما تقفش، وما تقولش لا اصل انا تعبت، لا ما تقفش. باب الخير اللي بيلمسه حتى لو هو ايه هيكمله، لان الانسان هو اللي محتاجه. صحيح. يعني هو اللي محتاج للطاعه، احنا اللي محتاجين. والله احنا اللي محتاجين الاجر، احنا فقراء الى الله عز وجل،
فقراء لأجر ربنا سبحانه وتعالى. لأجر الدنيا والآخرة. وأجر الدنيا يعني في حاجات ملموسة وواضحة، وفي حاجات ما بنحسها، يعني مش بناخدها في إيدينا كده، لكن بنستشعرها، بنحسها في حياتنا، بنشوفها في أولادنا. أنا هلاقيها في الجنة، وهلاقيها في الجنة طبعا. يعني لم أدعي ربنا ويديني الدعاء اللي ما ادهوليش، ده أنا عارفة إن هو ده كان شر وربنا صرفه عني، أو هي حسنات ربنا شايلها لي يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. يا رب يعني إن شاء الله. كل عطايا الله خير، ومنع الله خير برضه سبحانه وتعالى. ونعم بالله. تمام. فما يكذبك بعد بالدين؟ أنت يعني ما هو أنا عدي الدين، إيه الدين عند الدنيا والآخرة؟ أنت بتكذب بإيه؟ ده إحنا في الآخر هي إحنا رايحين جنة إن شاء الله. اللهم اجعلنا يا رب من يا رب. رب. أمين يا رب. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لأن الله عز وجل هو مالك الكون، حاكم الكون، وبحكمته عز وجل يدير هذا الكون. بحكمته خلق الإنسان في أحسن تقويم، بحكمة الله وحكمه ثم رددناه أسفل سافلين، بحكمة الله عز وجل وحكمه اصطفى عباده الصالحين، بحكمة الله عز وجل وحكمه رفع وعظم مرتبة البني آدم أو الإنسان عن كل مخلوقات الله عز وجل. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن إحنا الناس اللي بتسخط على حكم ربنا عز وجل. أعوذ بالله. دي حكمة الله عز وجل. ده حكم يعني اللي بيموت له اشمعنا كذا، طب واشمعنا انا ما عنديش، واشمعنا ده عنده، واشمعنا ده اديت له وانا ما اديتليش، واشمعنا ده عنده وعنده وانا خليتني فقير، وانا خليتني ما عنديش ولاد، وده اشمعنا دي ابنها كويس وانا ابني. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ نعم بالله. انت عارف الحكمة منه ايه؟ احنا هنعدل على حكم الله عز وجل. محتاجين نفتكرها في الأزمات اكتر وقت، لانه بيبقى الانسان عقله يعني مش تقريبا نصه صحيح. مش موجود، او بيفكر في حجم المأساة او حجم المشكلة او حجم المصيبة، وبينسى حكمة ربنا سبحانه وتعالى. او مش شرط ان الانسان يقعد يطلع الحكمه بالظبط دلوقتي او يعرفها، لانه ممكن نعيش ما نعرفهاش اصلا. بس هو الثبات برضو يا عبير، هو الثبات في اللحظه دي. اللي هو لو انا قلبي راضي بحكم الله عز وجل وحكمه الله عز وجل في في الموضع ده، وان اخذ مني او منع او اعطاني دي الحكمه هو يعلمها عز وجل. نعم بالله. ما أنا لما ربنا عز وجل يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، لأن الأصل فيها الإيمان والرضا اللي واقر أساسا في القلب، ده هيترجمه اللسان. يعني مش أنا وقت ما يعني لما الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي لما ولد ابن آدم يموت قدسي فربنا عز وجل يقول لملائكته أخذتم فلذة كبد عبدي؟ فيقول بل ويا بلى يا رب. قالوا ماذا قال عبدي؟ قال يا رب حمدك واسترجع. يعني في مصيبة أكتر من كده؟ لا. لا جه قال إيه؟ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. صحيح. إنا لله وإنا إليه راجعون. كان الرد من ربنا عز وجل إيه؟ ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت العبد. الله. فهنا جميل. أيوة يعني أنهي المصيبة بتقع الأساس الثبات. يجي منين الثبات؟ أنا حد قلبي ما فيهوش إيمان، ما فيهوش رضا، ما فيهوش يقين بالله عز وجل، ما عنديش حسن ظن بالله عز وجل، ما عنديش حسن ظن في حكم الله سبحانه وتعالى، وإنه كل شيء ربنا إن كل شيء خلقناه بقدر. لو أنا يقيني كده وحسن ظني بالله عز وجل كده، ده الثبات. غير كده هتلاقي بقى بنتكلم كلام كتير، وش معنى وليه وعشان وانا كنت وهو ما بيجيبش حاجه. يعني الكلام ده اصلا ما بيجيبش اي حاجه. معانا اصاله على التليفون. اهلا بيكي. اهلا يا اصاله. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ عاملين ايه؟ انا بحب والله الحاجه سعديه جدا، يعني بستناها كل مره. الله يكرمك. يعني انا بقول لحضرتك ما تغيبيش عننا تاني. ان شاء الله. ان شاء الله ربنا ما يغيبها ابدا. عندك سؤال؟ اتفضل. هو انا كنت بقرا القران، يعني انا عندي ورد الحمد لله كل يوم، بس انا مش بقرا بالتجويد. هو انا كده عليا ذنب؟ مش بالتجويد ولا مش باحكام القران؟ احكام التجويد. لا مش باحكام التجويد.
طيب احنا عاملين الحلقات دي علشان الناس كلها اللي هي ما تعرفش الاحكام تتعلم معانا، فاحنا الحقيقه لازم نعرف الاحكام. طيب احنا على ما مضى ان شاء الله ربنا ياجرك على النيه وياجرك على حب القران، وان انت حريصه ان انت تقرايه، لان في ناس كتير، بصي انا اعرف ناس حتى ما بتعرفش تقرا ولا تكتب، كانت تفتح المصحف وتبكي، يعني والله كنت بشوف دموعها كده، ان انا مش عارفه اقرا، ان انا مش عارفه افك الحروف، ناس ما تعرفش اصلا تقرا وتكتب. انما يعني احنا هنبشرك برضو ونقول لك ان انت، لا ربنا عز وجل انت بتتعاملي مع رب كريم سبحانه وتعالى، زي ما لسه بنقول يعني انت بس تقربي الى الله عز وجل وافتحي الباب وهتلاقي البيبان كتير جدا اتفتحت ليكي. فهي تؤجر ان شاء الله على النية وعلى حبها للقرآن وعلى حرصها ان هي تقرأ. بس عايزين ناخد بقى، نرتفع بقى بالأجر، تمام؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن وهو عليه شاق فله أجران، والمقرى بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. احنا عايزين الأول ناخد الأجران وبعد كده نرتفع لمرتبة السفر الكرام البره، بس انت تابعينا وان شاء الله رب تتعلمي كل وحاولي. دلوقتي دروس التجويد يعني موجوده ما شاء الله، يعني الانترنت ما خلاش حاجه، صحيح. فامشي معاه خطوه خطوه وامشي معانا، يعني انت لو رجعتي احنا بدأنا من الاول، الناس من اول الناس واصلين للتين دلوقتي، وان شاء الله هتكلمينا بعد كده وانت بتقراي عشان مستنيين على التليفون. اهلا يا اشواق. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. عاملين ايه؟ رب الحمد لله خير. الله يكرمك. الحمد لله منوره الدنيا والله يا حاجه سعديه، يا رب تكوني خير يا رب. منورين والله. الله يكرمك. منورين. اتفضلي، عندك سؤال؟ انا عندي طفلين، بس انا برضو يعني ايه بحفظهم كده من غير احكام او كده، يعني انا لسه لما يكبروا شويه بس يعني حاول ان هم يستوعبوا فكره ان هم يبقى هم عندهم قد ايه، سنهم قد ايه، يعني انا بحفظهم من صغرهم، من اول ما مثلا ما البنت والولد بدا ينطقوا كده، يبقى دلوقتي يعني بقى عندهم كام سنه؟ خمس سنين ربنا يبارك. وست سنين. طيب وانت اصلا عارفه بتقراي صح؟ عارفه انك بتقراي بالاحكام صحيحه؟ انا قبل كده اصلا وانا صغيره شويه كنت بدرس احكام تجويد وكده، بس مش كلها فاكراها طبعا. برافو عليك. يعني على قد ما بقدر ان انا بقرا كويس، يعني حلو. يعني انا بعرف اقرا كويس، بس هل ان انا دلوقتي التزم بتجويد او كده، او احكام التجويد او كده، خصوصا ان هم لسه صغيرين مش ما يفهموش قوي. طب انت قصدك ان انت تعلميهم القراءه بتقراي صح فهم بينطقوا صح، ده كده تمام. قصدك بقى تعلميهم الاحكام اللي هو حكم النون الساكنه كذا، حكم التنوين كذا، بالطريقه دي. كام سنه؟ لسه 5 سنين و 5 و6، فلسه و6. يعني الصور القصيره وكده، فيعني واحده واحده عليهم. مش شرط، هو عموما السن ده في التلقي، بس عموما السن ده بس ان هي تقرا صح. هو عموما السن ده بيبقى معتمد اكتر على التكرار والتلقي. يعني مش شرط ان انا اقول لهم الغنى مخرجها الخيشوم والمد المتصل والمد المنفصل. انا حاسه الكلام ده يبقى صعب عليهم قوي، يعني وانا عايزاهم على طول يفضلوا يعني يقراوا بصي انت اقراي لو انت عندك درايه، او اقول لك على حاجه، انت ممكن الصوره اللي انت بتقراها لهم اسمعيها كذا مره، مثلا من الحصري المعلم او المنشاوي او في مجالات كتير، تسمعي الصوره منهم وتعالي قدامهم انت قرري، بس قولي مره واثنين وثلاثه، وهم المهم انت ما تمليش من التكرار. هم كده هياخدوه تلقي لحد ما يستوعبوا يعني ايه. لا بصي دي اسمها غنه، او انت ممكن مثلا تيجي عند صوره الناس بصوا انا هنا بقول ازاي، وان شايفين الزنه دي يا اولاد اسمها غنه. اسمها ايه؟ غنه. هتبص تلاقيهم هم بيقولوها وراكي كل مره، بس امشي على حاجه واحده، على حكم واحد، يعني ما اجيبش الصوره لا هنا ده غنه ودي مد وده اخفاء وده ادغام وده اظهار، لا مش هكرهيهم في الموضوع. احنا الاول ناخده تكرار وتلقي، تكرار انا وتلقي. عندي بس يعني حاجه كمان ليها، هي بتقول انها اخذت الاحكام قبل كده، ودلوقتي طبعا يعني زي ما تقولي كده ايه مش متاكده منها قوي، فهي محتاجه بس تراجع تاني. ما انا بقول اسمعيها الاول وتسمع زي ما حضرتك قلتي وتعمل ده. تسمعيه الاول يا اشواق،
وتستوعبيه كويس عشان لما توصله لهم توصله لهم صح، لان هو اللي انت بتقوله لهم دلوقتي هو ده اللي بيثبت في دماغهم طول العمر. وده احسن سن للتعليم. وده برافو عليكي، برافو 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 عليكي، جزاك الله خير يا رب. الله يجعلهم في ميزان حسناتك وتشوفيهم من اهل القران الذين هم اهل الله وخصته. امين يا رب. ربنا ينعم عليكي بيهم كده، ويوم القيامه يلبسوكي تاج الوقار. اللهم يا امين يا رب. امين يا رب العالمين. عندنا وقت نقول احكام ولا كده؟ يعني ما عندنا منا. طلعت التليفون، اهلا بيكي. الو الو، اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت عايزه اسال سؤال. اتفضلي. السلام عليكم. عليكم الله يخليك. وطي التلفزيون واسمعينا من التليفون. ماشي حاضر. لو سمحتي انا بس بعترض شويه على حكم. على ماشي. على ايه؟ بعترض مش عايزه اسال الشيخه. ايوه. اني انا بعترض مثلا على حاجات تحصل لي، بعترض على حاجات تحصل لي. يعني بتقولي ايه يعني؟ بعترض على حاجات تحصل لي ربنا بيعملها لي، يعني اكون نفسي بحاجه ويعمل لي عكس. يعني تدعي بحاجه وهي تعترض يعني انا كان نفسي بنتي تدخل مثلا حاجه كبيره. ايوه. وحصلت عكس. تمام. عملتي ايه بقى؟ فبفضل زعلانه ومقهوره كده. سخط. بفضل زعلانه ومقهوره على الابتلاءات. يا خبر. الله يخليك، الله يكرمك يا استاذه. ايوه. طمني قلبي بس بشويه كلام كده. طيب حاضر، احنا هنرد عليكي. نعمة الله. بص طيب معلش هاخد اخر تليفون ونرد على الاثنين. اتفضلي مين؟ طيب خلاص التليفون قطع، خلينا نرد يعني عليها. حتى اسمك نعمة الله. يعني ما اسمكيش سخط الله. منة الله كمان. ما اسمكيش انقطاع الله، ده انت اسمك نعمة الله، يعني ان ربنا مديكي نعم كتير فلازم ارضى بيها، لان احنا دايما بص يا نعمة احنا دايما او الانسان يبص للجزء الناقص عنده، ما بيبصش لنعم ربنا عنده. انت بصيتي ان بنتك ما دخلتش الكليه اللي هي عايزاها، طب ما بصيتيش ان النعمه الثانيه او الجانب الثاني من الصوره، ان ربنا اكرمك واداكي بنوته وتعلمت ورزقك برزق البنين او البنات، ربنا يحفظهم لك يا رب. ده في حد ذاته نعمه. لما يجي ربنا ادعي دعوه ولسه كنا بنقول وربنا يمنعها عني، انا متاكده لازم يبقى عندك حسن ظن ويقين ان ده ما كانش خير. ان ده كان شر لبنتك وربنا صرفه عنك. لو انت حسيتي بالحته دي وقلتي لعله خير، لعله خير، لعله خير، ما جاتهاش دي خلاص هو خير. بس احنا اللي لازم يكون عندنا اللي احنا لسه بنتكلم فيه، ونعمل حلقه كامله ان شاء الله عن الرضا. يعني ده اللي احنا نكون في كل احوالنا راضيين بقضاء الله عز وجل وقدره. لو حد بيدور على حاجه في الدنيا انه يبقى مبسوط شويه او مرتاح شويه يرضى. ده الحديث القدسي، ربنا عز وجل بيقول يا ابن ادم خلقتك للعباده فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب. انت تعبانه في ايه؟ ده كله قدر ربنا ورزق ربنا، وده خلي عندك يقين ان هو ده اللي ربنا كاتبه، طالما ربنا كاتبه عطاؤه خير ومنعه خير. فانت يكون حصل ده امر ربنا سبحانه وتعالى، رضي بيه الانسان، هو امر ربنا نافذ، ما رضيش بيه الانسان. ايوه يا ابن ادم ان رضيت بما قسمته لك أرحت بالك وبدنك وكنت عندي مرضية. صحيح. وإن أنت لم ترضى بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركض وراءك ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون إلا ما قسمته لك. نعم. في كل الأحوال. صحيح. اللي ربنا أسمه للبني آدم ما يكون الشرط عنده إيه؟ الرضا. الرضا. فأنا عايزاك ترضي بكل نعم ربنا عليكي. طب انت ليه ما رضيتيش يعني؟ طب لا انا ما كنتش عايزه دي، يعني انا ما دخلهاش كليه كويسه، ما
مش ما كانتش خلي، جايز كان هيحصل لها حاجه، جايز ما كانتش هتوفق فيه. زي اشمعنى فلان ان تحبوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تكرهوا، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فكل عطاء الله عز وجل خير ان شاء الله. وثقتنا في ربنا اكبر بكتير من اي حاجه، يعني احنا تفكيرنا احنا هيبقى احسن من اراده ربنا. هو ده احنا امر ربنا، حسن الظن. هو حسن الظن بالله، صحيح حسن الظن ان انا يعني وكلت امري كله لله، ان انا مسلمه امري كله لله، ان انا عارفه ومتاكده يعني حد ظلمني حد عملني، انا في رب مطلع عز وجل. صحيح. انا قاعده ومرتاحه وبالي هادي وقلبي مرتاح، لان انا اعلم ان في حكم عدل، اليس الله باحكم الحاكمين. ونعم بالله. بشكر حضرتك، نورتينا وسعيده جدا بلقاء حضرتك، ويا رب ان شاء الله ما يقطعوا ابدا يا رب. اللهم لا ده احنا داخلين على شهور البركه والخير والحسنات كلها ان شاء الله. ربنا يبلغنا رجب وشعبان يا رب، ويبلغنا رمضان في احسن صحه واحسن حال. اللهم امين يا رب. يتقبل منا ويقبلنا ويجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، ويتقبل منا يا رب القران والصيام والقيام، ويجعله خالص لوجهه سبحانه وتعالى يا رب. امين يا رب العالمين. وبشكر حضراتكم مشاهدينا، واشوف حضراتكم بالف خير مره ثانيه في ساعه عصاري.